تتخلل الترويج الانتخابي، نناقشها مع ضيفنا الباحث في الشأن السياسي السيد عباس العرداوي. مرحبا بك سيد عباس، وشكرا لتلبيتك دعوة الحوار في الرئيسة. يعني اليوم بالصوت والصورة هناك قوانين يتم تمريرها بدون نصاب نيابي. يعني إذا كان البرلمان أو برلمان الشعب يتم تسييره بهذه الطريقة، العراق لوين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدتي لكرم الاستضافة، تحية لكم ولجمهوركم المحترم. بالتأكيد منذ فترة ليس بالقليلة هنالك تعطيل واضح للسلطة التشريعية وعدم حضور في المشهد السياسي لرئيس السلطة التشريعية في مواقف مهمة جدا، ليس فقط على مستوى ما يتم التحضير له، سواء كانت انتخابات أو سواء كانت قوانين وتشريعات. يعني سبق أن أشرتم في حلقات سابقة في قناتكم المحترمة إلى عدد القوانين المركونة والمرحلة من الدورات السابقة. للأسف نشهد هذا التعطيل ويتحمل مسؤوليته الرئيس، لأنه يبدو أنه منشغل في إعلانات تخص الحملات الانتخابية في توقيت جدا حساس. كما أشرتم يعني الموضوع في حساسيته هو جزء من رقابة الحكومة. يعني اليوم الضغط السياسي الذي كان حاصلا في تشكيل الحكومة كنا نتابعه بدقة في كل لحظاته، باعتبار هنالك حكومة ستشكل. البرنامج الحكومي والاتفاق التي على أساسه تم تشكيل الحكومة أيضا كان هو محل رصد ومتابعة الجميع. لكن اليوم بعد تشكيل الحكومة وبعد يعني قرابة المرور عاما تقريبا على تشكيل الحكومة، نشهد إخفاقا في مسألة المتابعة والمراقبة. السلطة التشريعية سلطة، ليس فقط سلطة تشريع قوانين، إنما سلطة مراقبة ومتابعة. لم نشهد استجوابات، لم نشهد أسئلة نيابية، لم نشهد وقوف على ملفات مهمة جدا متعلقة بالمواطن وأمن المواطن وسلامته، سواء كان على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي. حياك الله، مرحبا بك أستاذ عباس في النشرة الرئيسة. يعني نسمع دائما بأن هناك قمع للأصوات، إسكات للأصوات، سلب لحرية التعبير عن الرأي، تمارس من قبل السلطات وما شابه ذلك ضد المواطنين، وهذا بالتالي هو شيء مرفوض لكن موجود في كل دول العالم. لكن لأول مرة نشوف أن هناك سلب لحرية التعبير للنائب اللي يمثل 100,000 مواطن عراقي. يعني هاي ظاهرة جديدة أعتبرها، لأول مرة يمكن تحدث بهذا الأسلوب. خلينا نشوف الفيديو مرة ثانية أستاذ عباس، يمكن فاتك الفيديو في بداية النشرة اللي عرضناه، نشوفه ونرجع حتى نتحدث أكثر عنه إذا المخرج يعرض لنا إياه. هاي بعد ترجع لهم النواب، سيدات أستاذ النواب، وصل لكم نصاب، هم كيف هم تقرروا؟ يعاد التصويت سيادة الرئيس، يعاد التصويت. يرتبط برئاسة الوزراء حسب الوكالة الدولية. أبو لجنة سيدنا، وأكو تصويت سيادة الرئيس. أبو لجنة كيفكم؟ يعني شفنا هذا الفيديو مرة ثانية، استمعت إليه وشفته حضرتك أستاذ عباس. هو المشكلة بأنه يعني هذا الأسلوب اللي يمارس ضد النائب، اللي المفروض أنه هذا النائب يمثل الشعب داخل قبة البرلمان، بالإضافة إلى أنه ده يشتكي النائب اليوم ماكو اصلا العدد الكافي من اجل تمرير القوانين، وهذا يخلينا امام مفترق طرق. يعني احنا ده نتحدث عن عشرات القوانين خلال هاي السنوات وهي اصلا يمكن ما محصله النصاب القانوني. كل التحايا لك سيدي الكريم، حياك الله. تفضل استاذ عباس. موضوع الجلسات موضوع تم طرحه مسبقا، يعني انا اعتقد لحد هذه اللحظه المجلس النيابي السلطه التشريعيه العليا في العراق هي لم تؤدي 25% من اول جلسات عقدت لها، يعني مقارنه بالدورات السابقه. يعني حجم المشاركات ممكن تحسب بالساعات، يعني عدد الدعوات. انا يعني قلت واكدت على موضوع الشغل الشاغل كان لحين تشكيل الحكومة، لكن ما بعد تشكيل الحكومة ممكن تراقبونه بشكل يعني رسمي وتطلبونه من موقع مجلس النواب، راح تشوفون عدد الجلسات اللي هي تعد بالساعات، وبالتالي هذا يعطل
الدولة العراقية سواء كان على مستوى المراقبة على مستوى التشريع. نعم هذه الحالة وحالات كررت من خلال معاقبة نواب ونقلهم من لجنة إلى لجنة أخرى لأنهم قد شاكسوا الرئيس أو أن الرئيس لا يعجبه أن يكون فلان بهذه اللجنة. هذه التقاطعات مع تقاطعات سياسية يعني للأسف كأنما يستخدم منصبه لعقوبة النواب. طيب هذا كما أشار سيدي الكريم نائب ولديه حصانة وهو يمثل أكثر من 100,000 ناخب ومواطن عراقي، فكيف بسلطة الإعلام وسلطة والمواطنين وبقية الناس؟ للأسف هذا يعني تعسف في استخدام المنصب، وبالتالي أنا أعتقد على النائب أن يلتجئ إلى المحاكم الإدارية في إيقاف هكذا وإصدار يعني حتى أوامر الولائية أو غيرها في الدفاع عن حقه. عملية التعسف اللي تمارس واضحة جدا وتنعكس على الأداء. الإخفاق في إكمال جلسات المجلس النيابي واكتمال النصاب هذه للأسف يدان عليها الجميع، لأن عملية التشريع هي مسؤولية الجميع، مسؤولية كل السلطة التشريعية. 325 نائب، 329 نائب، ما يتوفر منهم 160، بالتالي احنا وين رايحين بمعادلة بناء الدولة؟ هذا الموضوع خطر جدا. يبقى الاعتكاف إلى تكريس الجهود لدعم الانتخابات في مجالس المحافظات. أنا يمكن جزء من هذا الجواب هو متعلق حتى بالتقرير اللي شفته قبل قليل على قناتكم، وهو تبني إنجازات الدولة وخروج السلطة التشريعية إلى متابعة الأعمال التنفيذية، وهذا إيهام للمواطن العراقي. هذا خروج حتى على الحق التشريعي وحق حق المواطن في أن تم تكليف هذا النائب في أن يذهب نائبا عنه، لا مسؤولا عن تبليط ولا مسؤولا عن تسليك كهرباء ولا مسؤول عن إيجاد محولات ولا معقبا في الدوائر. هذه كلها يعني حالة غير صحية ولا تنطي انعكاس على نضج القوى السياسية في فهم استحقاقاتها وحقوقها واستحقاقات المواطن وواجبات السلطة التشريعية. نعم، يعني اليوم النائب فاتن القرغولي صرح تصريح خطير، قالت فيه بأن القوانين تمرر بتصويت رئيس الكتلة يعني ليس بحضور النواب. يعني هذا الخرق ألا ينسف مبدأ عمل مجلس النواب؟ ما هذه عملية تشكيك صعبة، يعني تعرفين أصل التشريعات هي تنطلق من مجلس النواب، حينما يتم التشكيك من قبل داخل السلطة التشريعية هذا يستدعي أن تكون هنالك أما شكوى أو ما عودة إلى الكاميرات لاحتساب عدد الحضور، أو بالأصل أنه كان المفروض أن يذهبون إلى التصويت الرقمي وإلى الإلكتروني وأثمتة الموضوع وإكماله على المستوى الحضور والمشاركة. نعم لا أحد يخفي أن هنالك سلطة لرؤساء الكتل، لكن احنا بالاخير نتحدث عن سلطه تشريعيه، واحنا تفاءلنا انه في بدايه هذه الدوره كان هنالك تحركا شبابيا وتحركا خارج يعني قواعد التحالفات وذهاب نحو مصلحه كبرى، وكنا نستبشر خيرا انه بعض القوى السياسيه ذهبت تتحالف خلف المصلحه الوطنيه ليس خلف يعني الكتل التي انتجتها. لكن يبدو انه العمليه هي في مجملها في على عاتق النواب اولا، على عاتق السلطه التشريعيه اولا، سواء كان الاخت فاتن او غيرها، كل من هو موجود داخل السلطه التشريعيه هو مكلف بحمايه هذا الصوت، مكلف بحمايه هذه الوظيفه التشريعيه، وبالتالي هو يتحمل هذه الامانه. طيب هسه هو الـ يعني اذا تابعنا اخر كم جلسه البرلمانيه يتم مناقشه اقرار قانون مثلا انضمام العراق لمجلس التمور الدولي، هاي باخر جلسه، الجلسه اللي قبلها يناقش المجلس اتفاقيه انضمام العراق الى معاهده زيت الزيتون مثلا. بينما احنا جاي نتحدث هسه من خلال نشراتنا هاي حسب الاحصائيات اللي موجوده، الكوارث اللي موجوده، حاجه العراق اليوم المواطن العراقي تحديدا. او يناقش الفيز الدبلوماسيه الى قبرص وغيرها. رحم الله والديك، انضمام العراق اي بالضبط، تفضل. لا هي الإشكالية هنا أنه أنا شنو الأولويات اللي أدعم بها الحكومة؟ يعني اليوم اليوم مجلس النيابي هو كله مكون من ائتلاف إدارة الدولة والقوى الساندة، يعني حتى الغير مشاركة هم موجودة،
في داخل قبة البرلمان، لكن على الأغلب نتحدث على الأغلب، هذه على الأغلب شرعت للحكومة برنامجها وصوتت عليه. من صوتت عليه الحكومة تجد أن هنالك بعض المعوقات متعلقة بتشريع قوانين، يعني بعض الاتفاقيات أو بعض الإجراءات أو بعض الفعاليات التي يحتاجها المواطن هي في الأصل تحتاج إلى أصل تشريعي يجب على البرلمان إنجازه، وهذا قد يكون مؤجل من دورتين أو ثلاث. هل ذهب البرلمان إلى إكمال القرارات المعطلة؟ أنا يعني حسب معلوماتي أنه 120 قانون معطل، هذه 120 قانون أكيد أكو أولويات، يعني أنا أولويات زيت الزيتون وأولويات قران النفط والغاز، المشكلة اللي دائما تكون بين المركز والإقليم، يعني اليوم بمهارة السيد السوداني وبسعة إدارته لمساحة الحكم ومحاولته الجادة لترطيب الأجواء ذهب إلى حلحلة هذا الموضوع بجزئيات ثانوية ممكن يعترض عليها، لكن الأصل أنا أذهب إلى حلها جذريا. قانون النفط والغاز ليش يتأجل؟ يا هل أولى عندي، يا هل أولى عندي أنه أنا أذهب إلى إيجاد سياحة طبية للمرضى ومرضى السرطان وغيرهم، لو سياحة تخص المجلس النيابي إلى قبرص وغيره، أنا إيش عندي بقبرص؟ نعم سيد عباس. فبالتالي أنا جاي خلينا نستثمر وجودك معنا سيد عباس القوانين الحامية ونتحدث عن الحملات الانتخابية ولمصلحة النائب قبل. نعم، بالنسبة إلى الحملات الانتخابية اللي بتسرق جهود الدوائر الخدمية وهي لمرشحين تابعين لحزب سياسي معروف يدعي تمثيل المحافظات المحررة، كيف تعلق على ذلك؟ طبعا هذا الاستخدام السيء للأسف ليس بالجديد، يعني هو هذا الحزب حاول سابقا أن يرتب أوراق الكاملة، فهيئ الكثير من الأمور على مستوى السيطرة على السلطة التنفيذية، إدارة الدوائر، استخدام القمع لشخصيات معارضة، شهدنا توترات كبيرة، يعني ليس بالغريبة لا على الإعلام ولا على مسامع المشاهدين. عرفون أنه يعني هذا الحزب ورئيسه استخدم سلطة أنه من ليس معي ضدي، وبالتالي استخدم ورقة المساءلة والعدالة، استخدم ورقة الإرهاب، استخدم ورقة النزاهة، استخدم أوراق متعددة، فضلا عن استخدامه للمال والسياسة واستخدامه لموارد الدولة، وهذا موارد الدولة يعني واضحة جدا استخدامها، سواء كانت على مستوى المنصب وتبعاتها أو سواء كان على مستوى الموارد المالية. هذا بالتأكيد يعني يعول على أبناء تلك المحافظات ويعول على أبناء تلك المناطق أن لا ينغروا بهذه يعني المنجزات الوهمية، بالتالي هذه لا تمثل روح المشروع، هي لا تعطي استحقاقات، هي لم تعيد نازحا، هي لم ترمم منزلا للفقراء، رممت منزل للمسؤولين، رممت شوارع للمسؤولين، عايشتهم بدائرة من الوهم، لكن أبقت مستوى الفقر، أبقت مستوى العازة، وبالتالي هذا خطر حقيقة. نعم، الباحث في الشأن السياسي عباس العرداوي، شكرا جزيلا لك.